جامعة الأزهر الإيغوريين وهم مسلمون صينيون، وقد طلبت منظمات حقوقية بالإفراج عنهم وشككت في دور الاتفاق الأمني بين الحكومتين الصينية والمصرية الذي أدى إلى هذا الاعتقال. وقد علمت قناة الجزيرة من مصادرها أن أفرادا من قوات الشرطة المصرية ملثمين ويرتدون ملابس مدنية دهموا قبل يومين مساكن يقطنها طلاب من أقلية الإيغور الصينية المسلمة يدرسون في الأزهر واعتقلوا العشرات منهم. وأشارت المصادر إلى أن منهم من اختفى بشكل قسري ولا يمكن معرفة مصيرهم، وأنها تمت قبيل زيارة الرئيس الصيني إلى مصر. وعربت منظمات حقوقية عن اعتقادها بأن تلك المداهمات والاعتقالات تمت بطلب من الحكومة الصينية التي تقوم حاليا بعمليات قمع واسعة النطاق في إقليم تركستان الشرقية المسلم في الصين الذي يشكل الإيغور غالبية سكانه. سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش نشرت بيانا على حساب هيومان رايتس ووتش على تويتر، قالت فيه: في تطور مثير للقلق، قبضت السلطات المصرية على عشرات طلاب الإيغور على ما يبدو لترحيلهم بطلب من الحكومة الصينية. على السلطات، تقصد المصرية، أن تكشف عن أماكن وجودهم وتصرح عن سبب اعتقالهم وتسمح لهم بالوصول إلى محامين. على مصر ألا ترحلهم إلى الصين حيث يتعرضون للملاحقة وللتعذيب. لكن السؤال: ما علاقة ذكر الحكومة الصينية وفي إطار هذا الموضوع، موضوع اعتقال طلاب الإيغور في الأزهر؟ لنتابع التفاصيل في هذا الفيديو من إيجي بلاس لعلنا نعرف المزيد. كبير حول هذه القضية، لنتابع عدد من ردود الفعل على اعتقال الأمن المصري لطلاب الأزهر من تركستان الشرقية أو الإيغور قبيل زيارة الرئيس الصيني لمصر. الناشط والصحفي المصري وائل عباس قال في تغريدة له: النظام المصري المجرم يقبض على الصينيين المسلمين الإيغور بناء على طلب من الحكومة الصينية ويرحلهم ويسلمهم للحكومة الصينية المجرمة، كما قال في تغريدته. الباحث الحقوقي المصري عمرو مجدي قال في تغريدة له: تحدثت مع أحدهم، يقصد طلبة الإيغور، مقيم في مصر منذ 9 سنوات ولديه بطاقة صفراء من الأمم المتحدة. ترحيل هؤلاء ينتهك القانون الدولي ويعرض حياتهم لخطر محدق. الناشط المصري أحمد زغلول قال في تغريدة له: مسلمون إيغور يواجهون إبادة في تركستان، ملاحقون في الخارج، ومن الأزهر تم اعتقالهم لتسليمهم إلى الصين. أباؤهم آثروا السجن ولم يستدعوا أبناءهم. الصحفية المغربية مريم زريرة قالت في تغريدة لها: عمالة السيسي وكرهه للمسلمين بلغ الآفاق ووصل حتى الصين. العالم كله يتحدث عن اضطهاد الإيغور وهو يسلمهم لقاتلهم. لا أجد وصفا لأفعالك يا سيسي، وعلم التعجب في النهاية. ووصف الكاتب السعودي محمد سلامة قال في تغريداته أن ما يفعله النظام المصري من اعتقالات متكررة وانتهاكات بحق الإنسان والبشرية أصبح لا يمكن السكوت عنه. هذا النظام غارق في الفساد والظلم. ينضم إلينا للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع من أمستردام عبد الغني ثابت، الناشط في مجال حقوق الإنسان. عبد الغني، أهلا بك
لماذا أنتم قلقون من عملية اعتقال طلاب الإيغور في مصر؟ I will answer right, brother. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، السلطات المصرية قامت باعتقال الطلبة الإيغور بطلب من الحكومة الصينية، هذا هو السبب الرئيسي لذلك. هل تأكدتم من ذلك أنه طلب من الحكومة الصينية؟ نعم أنا متأكد، لأن هؤلاء الطلبة الإيغور لديهم جوازات سفر رسمية صينية وحصلوا على تأشيرة دخول رسمية من السلطات المصرية، ولم يقوموا بأي شيء خاطئ ولم يقوموا بارتكاب أي جريمة، هم ببساطة طلاب. على سبيل المثال في الصين يأتي هؤلاء الطلبة الإيغور إلى مصر بموجب تأشيرة الدخول، وإلا فكيف لهم أن يدخلوا مصر أصلا؟ أين هم الآن؟ يعني أين مصيرهم؟ هل يحتجزون في أقسام شرطة؟ أين هم؟ في الرابع من يوليو السلطات المصرية قامت باعتقال هؤلاء الطلبة، وبعد ذلك شعروا بالخوف والرعب، ومن ثم بعد ذلك قاموا باعتقال مجموعة أخرى عددهم 80 من بيوتهم ومن المطاعم الإيغورية في القاهرة. شكرا جزيلا لك، نكتفي بهذا القدر، ولنا مزيد من التفصيل ربما في نشرات الأخبار القادمة. انضم إلينا من أمستردام، شكرا لعبد الغني ثابت الذي انضم إلينا من أمستردام، الناشط في مجال حقوق الإنسان. نستكمل الملف الجديد في هذه النشرة. هاشتاج